أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الفترة المفتوحة التي نتناول فيها تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث عاودت دبابات إسرائيلية اجتياح مناطق في شمال قطاع غزة كانت قد انسحبت منها الأسبوع الماضي. يأتي ذلك بالرغم من إعلان إسرائيل تقليص قواتها في شمال القطاع في إطار الانتقال إلى عمليات محددة أصغر حجما على حد زعمها. مرحلة التوغل العسكري المكثف للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة انتهت، هكذا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت. جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن هذه المرحلة ستنتهي قريبا في جنوب القطاع أيضا، وذلك تمهيدا للانتقال لما وصفه جالانت بالمرحلة التالية لحرب جيش الاحتلال على غزة منذ أكثر من 100 يوم. وشدد جالانت في مؤتمر صحفي على رفض جيش الاحتلال إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مدعيا أن الحرب وحدها هي ما سيؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع. من جانبه حذر رئيس الأركان هرتسي هاليفي من تآكل ما اعتبرها إنجازات عسكرية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تحذيرا يأتي في ظل غياب استراتيجية سياسية لحكومة رئيس الوزراء نتنياهو حول ما بات يعرف إسرائيليا باليوم التالي للحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي. يأتي هذا فيما كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن نشوب خلافات واسعة في المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل بسبب استمرار التصعيد ضد قطاع غزة التي يريد السياسيون استمرارها حرصا على مناصبهم، بينما يريد العسكريون إنهاءها في أسرع وقت في ظل هجوم من رئيس الأركان الإسرائيلي على نتنياهو. وبالرغم من الضغوط الدولية والمطالبات المحلية بإعطاء الأولوية لإعادة المحتجزين، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة الحرب على غزة. الصورة لسه اللي بيشاهدها العالم 5% من الواقع، من الواقع المرير اللي بيعيشه احنا شعبنا. يا اسحب اسحب، فيها لسه فوق ال 24 شهيد. احنا شعبنا بينبد في غزة. الاحتلال الصهيوني الهمجي يئس من صمود وشجاعة الشعب الفلسطيني. في حدا جواه؟ وعانينا من اللجوء وحرمان من الوطن. بدهم يرحلونا مش هنرحل، والله ما احنا رحلين، لو هنموت مش رحلين، خلوهم يعملوا فينا اكتر من كده. صابرين صابرين على حياتنا، صابرين. ايه هي غزه عملت فيهم ايه؟ احنا اصحاب ارض، احنا مش هنطلع من بيوتنا. العائلات الفلسطينيه كل بيت تقريبا فيه فوق منه زي حوش كده حمام، بنربي اصلا الحمام من هو بيطلع في السماء وبيرجع على البيت تاني. فبالتالي احنا اطفالنا واحنا كلنا متربين، حتما اليوم بكره احنا الارض هاي النا. اللهم اجرني في ثورتي واخلفني لكي
الأول ربنا معانا، ربنا عامين، مدام ربنا معانا إيش إيش بيزلنا؟ الله يعوضنا خير، بس يا رب يعوضنا خير. لن نرحل رغم الدمار، رغم القتل، رغم كل شيء. إحنا صامدين، لن نترك غزة. مشاهدينا، ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور محمد الحوراني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. دكتور محمد، مساء الخير. النور. دكتور محمد، يعني ونحن نتحدث عن تطورات الأوضاع في فلسطين، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان لي تصريحات أكد فيها أن حل الدولتين، دون حل الدولتين ستكون المنطقة أسيرة الصراع، وأضاف أيضا في تصريحاته أن إسرائيل بتضع العراقيل أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة. تعليق حضرتك على هذه التصريحات. نعم، أولا إسرائيل تستعمل دخول المساعدات إلى قطاع غزة كسلاح، سلاح يتعلق بالتجويع والتعطيش، وهذا أمر بات معروف لكل العالم، الذي يعني بات مطلوبا منه موقفا أكثر قوة في حل هذا الموضوع دون أن يقتل الإسرائيليين كل هذه الإجراءات التي تتعمد عمليا إبطاء دخول هذه المساعدات إلى محتاجيها في قطاع غزة. لا. هذا من جانب. من جانب آخر، بالنسبة لتصريحات السيد وزير الخارجية الأردني، هي في الواقع حقيقة يعني عاد العالم اكتشافها أن الحل في هذا الصراع يجب أن يكون حل سياسي. لا. أو فإن المنطقة ستدخل كل 3 أو 4 سنوات في مثل هذه المواجهات الدامية التي لن تضمن لا السلام ولا الهدوء ولا لأي طرف، ما دامت إسرائيل احتلال. إذن الشعب الفلسطيني سيبقى في حال الدفاع عن النفس، وسيبقى يبحث ويناضل من أجل حريته. لذلك أنا أعتقد أنه ليس فقط وزير الخارجية الأردني، إنما في هناك كثير أيضا من الأطراف الدولية التي باتت على اقتناع تام أن أولا هذا العدوان يجب أن يقف. لا. ثانيا يجب أن يكون هناك مسار سياسي واضح يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية، هذا الذي يضمن فيما بعد الهدوء في هذه المنطقة عندما تقوم هذه الدولة الفلسطينية ويعيش الفلسطيني سيدا محترما على الأرض. نعم دكتور محمد، يعني هناك تأكيدات كثيرة بأن الفشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سيكون له تداعيات خطيرة جدا في المنطقة بأكملها. توقعات حضرتك لسرعة توسيع الحرب وتداعياتها وامتدادها إلى مناطق أخرى خارج فلسطين؟ في الواقع حكومة نتنياهو تريد أن تشعل النيران على أكثر من جبهة. نعم. غير قطاع غزة، أذكر بأن إسرائيل تعتمد سياسات أيضا البطش والقتل في الضفة الغربية، وهي تريد أن تشعل الضفة الغربية. نعم. تريد كذلك أن تشعل جبهة الشمال مع لبنان. إذن هي المسؤولة، والإدارة الأمريكية تدرك هذا. الإدارة الأمريكية أعطت ضوءا أخضرا لحكومة نتنياهو للعدوان على غزة، ولكنها مثلا تطلب منه بعدم التصعيد في جبهة الشمال، لأنها عقدت تفاهما مع إيران في بداية العدوان بعد 7 أكتوبر. إلا أن نتنياهو يفهم ويريد أن يستمر في هذا العدوان على كل الأطراف لأسباب تتعلق بائتلافه الحكومي الذي يريد أن يحافظ عليه في إطار من التطرف والعدوان. لا. وقلقه على مصيره الشخصي، هو يراهن على أن استمرار هذه الحرب ربما تؤمن له مخرجا شخصيا فيما بعد من مسارة الإسرائيليين له. وبالمناسبة هو بات يأخذ الرئيس بايدن نفسه كضحية لهذه الاندفاع. الرئيس بايدن أعطى لنتنياهو صباحا ما طلب منه نتنياهو، ونتنياهو مساء لا يتعرف إليه، ينكره ولا يتعاطى معه فيما يطلب فيما يتعلق بجبهة الشمال أو تحويل الأموال المنهوبة للسلطة الفلسطينية. لا. وعدم تحويلها. إذن نحن أمام حكومة هي بالفعل خطيرة، ولكن في كل الأحوال الشعب الفلسطيني سينال حريته، والإسرائيليين إن آجلا أو عاجلا سيفهموا
أن هذا هو الطريق الوحيد لحل هذا الموضوع. دكتور محمد، يعني الخبراء العسكريون أكدوا أن إسرائيل فشلت في تحقيق مرادها من هذه الحرب على قطاع غزة وبعض المدن الفلسطينية الأخرى، ولكن هل تعتقد أن إسرائيل ستكون قادرة على توسيع دائرة الحرب في الأيام القادمة كما تريد هي؟ أريد أن أوضح هنا نقطة لو تكرمت. تفضل. حكاية أن إسرائيل يعني أعلنت عن أهداف ملاحقة حماس، ويبدو للعسكريين حتى أن هذا الهدف غير واقعي، أقصد القضاء على حماس. نعم هو غير واقعي، ولكن الهدف المبطن كان لحكومة إسرائيل، وهذا ما يجب أن ننتبه له، أنها صرحت بأنها تريد أن تقوض قوة حماس، بينما هي في الواقع تريد أن تقوض الشعب الفلسطيني وتدفعه للهجرة. نعم. لذلك جاء موقف مصر والأردن حاسما وواضحا فيما يتعلق بهذه النقطة، لأنه في حتى بلينكن في بداية جولاته بعد 7 أكتوبر جاء يطلب من بعض الدول قبول لاجئين فلسطينيين. نعم. إذن هذا أمر كان مطروح على الطاولة، الآن انكسرت حدة هذا الأمر. هذا فقط لتوضيح أن حكومة نتنياهو أعلنت من جانب مجموعة من الأهداف باعتها للعالم، والعالم اشتراها منها، قال انه حسن، يعني الدول الغربية تحديدا وافق على ملاحقة حماس. لذلك هم غضوا النظر عن قتل الابرياء الفلسطينيين، الاطفال والنساء، هذه ليست معركة، هذا عدوان يشن ضد كل ابناء الشعب الفلسطيني. وهنا انا اعتقد انه يجب الان وفي هذا الوقت بلورة موقف عربي، هناك مواقف عربية احنا نتمنها ونقدرها، ولكن يبدو انه مطلوب ان ننتقل الى مرحلة جديدة، وتوحيد موقف عربي واحد، أقصد مصري وأردني وسعودي وجزائري يعني وقطري، يعني كل المواقف العربية يجب أن تركز تحديدا الآن على الإدارة الأمريكية لتصحو من يعني هذا النفاق الخطير مع حكومة نتنياهو، وتضغط لوقف هذا العدوان على الأبرياء. إسرائيل لن تستطيع باستمرار الحرب أن تنجز سوى شيئين، قتل الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا وضع علامة سؤال كبيرة على مستقبل وجودها في المنطقة. هي تضع نفسها أيضا أمام باب مسدود زرع كل هذه الكراهية والربط بعد كل هذا الموت والدمار الذي حل في المنطقة. دكتور محمد، يعني تابعنا منذ أيام الدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هل سنرى دعاوى أخرى ربما ترفع ضد إسرائيل والدول المساندة لها على نفس النهج الذي اتبعته جنوب إفريقيا؟ نعم، ولكن دعينا أولا أن يعني نلقي سلاما على روح الزعيم الراحل مانديلا، نعم، الذي كان صديقا عظيما لشعب الفلسطيني ولكل أحرار في العالم، وكذلك الاحترام لدولة جنوب أفريقيا، والتي باعتقادي وباعتقاد كثيرين أنه هي كانت أهم وأفضل من قد يتقدم من بين دول العالم بهذه الشكوى لمحكمة العدل الدولية، لأنه تاريخ هذا البلد يعني محفور على وجهها من معاناة عبر عقود من الزمن من التمييز العنصري الذي عانت. نعم. لها مصداقية عالية. الآن هذا سلاح ناعم أقدمت عليه دولة جنوب إفريقيا، وهذا سيؤثر على إسرائيل إلى حد بعيد. لأول مرة إسرائيل تكون في بصفة متهم وعلى يديه دماء الشعب الفلسطيني. نعم. أمام أعلى محكمة في العالم. هذا عنصر من العناصر المهمة جدا، والتي اعتقد انه هو كسر تابو كان موجود طوال عقود من الزمن. لا، اسرائيل يمكن كدولة احتلال ان تكون ليس فقط متهما، انما مدانا بقتل ابرياء وبالتهمة التي وجهت لها، وهي جينوسايد اللي هي الابادة العرقية او الجماعية. نعم، يعني معظم المنظمات او كل المنظمات الدولية بتجرم ما يفعله الاسرائيليون في حق بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، برأيك متى يعني سيتم محاصرة هذا المحتل من قبل هذه المنظمات؟ وربما نعلم ان الامم المتحدة بتقر بقسوة الاوضاع في غزة، فلماذا لا تردع اسرائيل؟ هل الفيتو الامريكي ربما يكبلها؟
يعني عوان البيت الامريكي كان دائما يحمي اسرائيل. نعم. كل المؤسسات الدولة اخذت الموقف المطلوب منها، المؤسسات الدولية. غوتيريش صرح تصريحات واضحة في اطار القانون الدولي فيما يتعلق بجرائم ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. ما الذي كان رد اسرائيل؟ اسرائيل دولة تعيش اما فوق القانون او خارج القانون، هو التعبير الادق انها تعيش خارج القانون بحماية امريكية. نعم. لذلك لاحظي كيف ردوا على غوتيريش، يعني اتهموا، يعني صرحوا ضد تصريحات اقرب الى البلطجه السياسيه وليس الى يعني مواقف سياسيه. لاحظي كيف اتهموا دوله جنوب افريقيا التي ليس لها علاقه لا بسام ولا بحام ولا بنوح، قالوا عنها هاي دوله غير ساميه، هاي التهمه الجاهزه اللي يستعملها الاسرائيليين اللي تبرير يعني قتلهم للشعب الفلسطيني. هذا كله يسقط في العالم. اسرائيل عمليا سقطت صورتها في العالم وفي المؤسسات الدوليه. الذي يبقى في هذا المشوار أن الإدارة الأمريكية ستدرك أن أمريكا نفسها ستعاني من عزلة دولية وتسقط كل ادعاءاتها في احترام حقوق الإنسان، ويسقط دورها كدولة عظمى بدل أن ترعى السلام الدولي هي ترعى دولة احتلال يقتل الآن الأطفال والنساء. أريد أن أذكر سيدتي بمشهد أي طفلة صغيرة ترتجف الآن من البرد، ترتجف لها السماوات ويجب أن ترتجف لها ضمائرنا، لأن هذه حرب ظالمة غير عادلة غير متكافئة. لا. تخاض ضد الإنسان الفلسطيني. دكتور محمد، محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، هل برأيك انعكست سلبا على صورة إسرائيل لدى الشارع الغربي؟ أكيد طبعا. هي قبل، هي طبعا عامل اضافي. نعم. لكشف حقيقة اسرائيل، ولكن اسرائيل سقطت صورتها من بداية هذه المعركة عندما رأى العالم وشاهد قتل الاطفال والنساء، هدم البيوت والمدارس والمستشفيات والمطاهي، جرف الشوارع، اي اخراج غزة من المشهد صورتها وتحويلها الى دمار. نعم. لذلك خرجت الملايين، الملايين خرجوا من أجل الحق الفلسطيني. هل عرف العالم حقيقة إسرائيل؟ لو متأخر، نعم عرفها الآن وإلى الأبد. إسرائيل الآن هناك كثير من الأصوات تقول فيها أنه يلزمهم أجيال لترميم صورتهم، ولكن هو في هناك حقيقة انطلقت، وهي عدالة القضية الفلسطينية التي بات يعرفها الملايين من الناس. وأنا أعتقد أن هؤلاء الذين خرجوا في كل عواصم العالم ومدنه هم عمليا قوة عظمى ولدت بعد 7 أكتوبر وسيكون لها تأثيرها بعيد المدى على حكوماتها التي طالما انحازت إلى إسرائيل. هذا التأثير سيكون فيما بعد لصالح الفلسطينيين. وأنوه هنا أن في أمريكا بالمناسبة الكل يخرج، كل البشر، لا، مسلمين مسيحيين ويهود. اليهود في أمريكا اكتشفوا أن إسرائيل لا تورث صورتهم وتسقطها في الأرض فقط كدولة احتلال، إنما تنزع عنهم الإنسانية كما تحاول إسرائيل أن تنزع الإنسانية عنا. لذلك نحن نشيد بكل إنسان يقف أيا ما كان دينه أو معتقده أو لونه أو قوميته، نحن نشيد بكل إنسان يقف مع فلسطين، لأنه هو يقف في هذه الحالة مع قيمة العدالة والحرية التي هي قيمة إنسانية. نعم. دكتور محمد الحراني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. استدعت الخارجية العراقية سفيرها لدى طهران للتشاور بشأن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على مدينة أربيل، والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم مقر تجسس إسرائيليا في الإقليم. قد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ضربات طهران الصاروخية في العراق وسوريا يعتبر استخدام لحقها المشروع لردع التهديدات لأمنها القومي. ينضم إلي حول هذا الموضوع، الضربات الإيرانية على أربيل العراقية، الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. دكتور محمد مساء الخير. أهلا.
دكتور محمد، يعني ما هي الرسالة التي تريد إيران إرسالها للمجتمع الدولي بهذه الضربات الصاروخية على مدينة أربيل العراقية؟ هو بالتأكيد الرسالة الإيرانية واضحة، وهي أن إيران تريد أن تقول أنها قوة عسكرية لديها برنامج صاروخي باليستي قادر على الوصول إلى الأهداف التي تريدها خارج النطاق الجغرافي لإيران. ورأينا هذه الضربات توجه إلى الأراضي العراقية والأراضي السورية، هذه طبعا رسالة لا تخطئها عين، إلى جانب الرسالة الأساسية التي تريد إيران أن تقولها للولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن إيران هي الدولة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية بعد اليابان بعد وقعة بيرل هاربور التي تقصف علنا المصالح والقواعد الأمريكية علنا وتعلن عن ذلك، إلى جانب أنها تريد أن تقول لإسرائيل أنها تعرف أوكار التجسس التي من خلالها تشن إسرائيل العمليات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية. لا دكتور محمد، يعني التطورات القادمة بعد أن قامت العراق باستدعاء سفيرها في إيران للتشاور، وقبلها وزارة الخارجية العراقية استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وقامت بتسليمه مذكرة تفاهم. نعم، هو طبعا هذا الإجراء العراقي إجراء ينم عن أن هناك اختلافات حادة الآن بين نظامين في طهران وفي بغداد. نعم، حول الترتيبات الأمنية بالتأكيد في تلك المنطقة الحدودية الإيرانية العراقية، لا سيما وأن إيران أطلقت تلك الصواريخ صواريخ خيبر على أربيل وعلى سوريا من منطقة كردية هي منطقة كرمنشاه طبعا التي من خلالها يوجد الأقلية الكردية في إيران، وبالتالي هذه العملية تشير إلى أن هناك اختلافات بنيوية الآن حادة ما بين النظامين في كل من طهران وبغداد. دكتور محمد، يعني الإجراءات القانونية من وجهة نظر حضرتك التي من الممكن أن تتخذها العراق ضد هذا السلوك اللي بتعتبره انتهاكا لسيادتها، وفي ذات الوقت إيران تقول أنها بتدافع عن سيادتها؟ نعم طبعا، الإجراء العراقي كما هو معروف أن العراق سوف تشكو إلى مجلس الأمن رسميا عن طريق المندوب العراقي في الأمم المتحدة، سوف تشكو إيران لأن هذا الفعل هو فعل إيراني تم الإعلان عنه رسميا من جانب الحرس الثوري ونشر فيه وكالة رسمية تابعة للحرس الثوري هي وكالة تسنيم أولا ثم وكالة فارس بعد ذلك. فبالتالي الإدانة هنا إدانة واضحة، لأن إيران لم يكن لديها مبررات ولا مسوغات ولا حتى قرائن قدمتها للحكومة العراقية حول أن إسرائيل لديها أوكار تجسس أو ما إلى ذلك في تلك المنطقة، فبالتالي كانت على إيران أولا أن تستأذن من الحكومة العراقية حتى تقوم بهذه العمليات إذا كانت بالفعل من وجهة نظر العراق طبعا جادة في أن تدمر الأوكار التجسسية للمسلمين، خاصة أن هذا القصف دكتور محمد طال مناطق سكنية بها مدنيين، والحرس الثوري الإيراني برر أنه هاجم مقر تجسس إسرائيلي في الإقليم. بالتأكيد، وأكثر من رجل أعمال وأكثر من شخص مدني كردي لقوا مصرعهم طبعا بعد هذه العمليات، وهما يعني الضربات يعني بعضها لم يكن دقيقا كما قالت إيران، وإنها أصابت بالفعل يعني أهداف مدنية لا علاقة لها بإسرائيل ولا بالولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة أعلنت أنه لم يتم استهداف أي منشأة أمريكية ولم تقع أي خسائر في صفوف الأمريكيين، هل تعتقد حضرتك أن كان هدف إيران ربما تهديد غير مباشر للمنشآت الأمريكية الموجودة في المنطقة؟ طبعا هذا كان هدفا طبعا بالتأكيد، لكن أنا بصراحة لا أثق في الرواية الأمريكية، يعني السردية الأمريكية في كل الأحوال هي سردية لا يمكن اطمئنان اليها، يعني اي باحث يعرف امريكا جيدا يعرف انها دوله غالبا لا تقول الحقائق، والدليل على ذلك الدعم الايراني عفوا الدعم الامريكي الاعمى لاسرائيل في كل المحافل الدوليه، الموقف الامريكي المخيب لكل الامال في العدوان الاسرائيلي على غزه منذ تقريبا 102 يوم، فبالتالي هذا الموقف الامريكي لا يمكن التعويل عليه، لكن في نفس الوقت هناك حقائق يجب ان تقدمها ايران الى مجلس الامن والى الحكومه العراقيه لتبرر هذا السلوك، لا سيما وان هذه الضربات بالفعل طالت مدنيين وسقط في كردستان اكثر من شخص لا علاقه له بلا اسرائيل ولا القوات الامريكيه.
نعم دكتور محمد، يعني رئيس الوزراء العراقي كان له تصريح منذ قليل أدان فيه الهجوم الإيراني على مدينة أربيل العراقية، ووصفوا بأنه عدوان صريح على العراق، وأن العراق يحتفظ بحقه في الدفاع عن أرضه وسيادته. نعم هذا طبعا التصريح في منتهى الأهمية، لأنه كان التصريح جاء بعد سنوات طويلة من ما يوصف في الأدبيات السياسية بأنه تبعية عراقية إلى إيران. واضح جدا أن العراق الآن يعود إلى الاستقلال السياسي نوعا ما، يعود إلى استقرار القرار السياسي، ثم أنه يعني يتمحور حول المحور العربي الخاص به، ويعود مرة أخرى بعد سنوات من ما يوصف بأنه ارتماء في الأحضان الإيرانية. والآن العراق يقف بشخصية مستقلة ثابتة بعيدا عن التوجهات والتوجيهات الإيرانية. نعم، هناك تصعيد حاليا في منطقة البحر الأحمر، خاصة بعد الأنباء عن وصول دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية والبحرية إلى مدينة الحديدة قادمة من صنعاء. ده كان برفقة ربما خبراء من الحرس الثوري الإيراني. برأيك ما هو التصعيد في المرحلة القادمة من وجهة نظرك؟ هو التصعيد في المرحلة المقبلة أن إيران سوف تستخدم كل الأدوات والوكلاء في الإقليم للضغط المكثف على اللاعب الأمريكي، يعني حتى تخفف الضغط على الجبهة في غزة، لكن ليس بأيادي إيرانية ولكن بأيادي أخرى. لأن إيران لديها قاعدة، وهي أنها تقول للوكلاء في الإقليم: تولوا أنتم عنا القتال ونتولى نحن عنكم التفاوض. فإيران بارعة في التفاوض لكنها تقاتل بأيادي غير إيرانية، وهذا ما يشير إلى أن الورقة الحوثية سوف يتم استخدامها إيرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة، بحساب طبعا بحساب يعني يوزن بماء بدم الذهب الإيراني طبعا كما هو معروف في الأدبيات الإيرانية في تلك الحالة طبعا، أو في تلك المنطقة المهمة جدا استراتيجيا، وهي منطقة باب المندب. نعم دكتور محمد، يعني ونحن نتحدث عن هذه الضربات على مدينة أربيل العراقية، وربما إيران بررت هذا السلوك بأنه دفاعا عن سياستها، وحضرتك ذكرت أنه ممكن يكون تهديد بشكل غير مباشر للمنشآت الأمريكية. هل تعتقد أن إيران ربما توجه ضربات لمنشآت أمريكية أخرى في مناطق أخرى؟ أعتقد أن هذه العمليات هي عمليات محدودة لها رسائل سياسية أكثر منها عسكرية، وإيران لن تزيد عن ذلك، لأنها تعرف أن الزيادة عن تلك العمليات أو هذا الإعلان عن استهداف مصالح وقواعد ومنشآت أمريكية وإسرائيلية معناه توسيع نطاق الحرب في غزة، وهو ما لا تريده إيران، لأن إيران لا تريد أن توسع نطاق المعركة، لأنها تدرك تمام الإدراك أن تلك الحرب في غزة هي حرب دولية عالمية. لا. وإذا انخرطت فيها لن تكون بمقدورها أن تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، شكرا جزيلا لحضرتك. ننتقل مشاهدينا إلى الملف الثالث في هذه التغطية، وهو الانتخابات الأمريكية ومدى تأثير حرب أوكرانيا و غزة على نتائجها، حيث دعا دونالد ترامب الأمريكيين للاتحاد متعهدا بإغلاق الحدود مع المكسيك وحفر المزيد من أبار النفط في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي السابق عقب فوزه في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا الأمريكية. على طريق الوصول للبيت الأبيض في نوفمبر المقبل، حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فوزا مدويا في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، نتيجة لترسخ موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات الرئاسة لأقوى دولة بالعالم. ترامب الذي تتم محاكمته في 4 قضايا جنائية تقدم على منافسيه الرئيسيين رون دي سانتيس ونيكي هايلي بفارق كبير بحصوله على 51% من الأصوات. بهذا الفوز أكد ترامب صاحب 77 عاما هيمنته على الحزب الجمهوري في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وفي أول رد فعل له دعا ترامب الأمريكيين إلى الاتحاد، ثم بدأ بعرض برنامجه الانتخابي متعهدا بإغلاق الحدود مع المكسيك وحفر المزيد من آبار النفط في حال انتخابه. من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الفوز السهل الذي حققه الرئيس السابق دونالد ترامب في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري بولاية آيوا يجعل منه الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية والمقررة في نوفمبر القادم. وعلى الرغم من أن عدد سكان آيوا لا يتخطى 1% من سكان الولايات المتحدة، إلا أن هذه الولاية تحتل مكانة خاصة على الساحة السياسية الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما، لأنها تسمح بتقدير مسار السباقات التمهيدية التالية. للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من واشنطن الأستاذ إيهاب عباس الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية. أستاذ إيهاب مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المتابعين. أستاذ إيهاب، نتحدث عن الانتخابات الأمريكية وما آلت إليه الأخبار في الساعات القليلة الفائتة، يعني كيف ترى فوز دونالد ترامب بترشيح ولاية آيوا عن الحزب الجمهوري ضمن أولى محطات السباق التمهيدي نحو البيت الأبيض؟ أنا أعتقد هو فوز كان متوقعا بالرغم من الدعاية التي مارستها نيكي هيلي المرشحة الأخرى داخل الحزب الجمهوري وطبعا فريقها، والدعاية التي حتى كان يتم بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة أن حظوظها وفرصها أكثر من الرئيس السابق دونالد ترامب، وساعدها في ذلك أيضا الديمقراطيون بدعاية كانت تؤيد أن هيلي ربما تكون هي الأوفر حظا. طبعا كل هذا كان خاطئا، كل استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تقدم دونالد ترامب على أقل تقدير بأكثر من 25 إلى 30 نقطة في كل استطلاعات الرأي. أعتقد هي نتيجة منطقية جدا، وخلال يعني استمرار الانتخابات في الولايات المختلفة التمهيدية، طبعا عندنا الأسبوع الجاي عندنا ولاية نيو هامشير، أعتقد أنه ستتضح الرؤية تماما بفوز الرئيس السابق دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري. أنا شخصيا ما عنديش شك في الأمر دوت. هيلي طبعا منافسة لكن لم تستطيع تحمل وإدارة الأوضاع التي تمر بها الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية. أستاذ إيهاب، يعني هل هذا الفوز بيعد ترسيخ موقع دونالد ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض التي من المقرر أن تكون في شهر نوفمبر القادم؟ بكل تأكيد طبعا، زي ما قلت لحضرتك هو ترامب لديه قاعدة شعبية عريضة. الجمهور الأمريكي جرب هذا الرجل، تحديدا الجمهور أتحدث هنا عن الفئة المتوسطة والفئات الفقيرة في الولايات المتحدة، يعني كان هذا الرئيس أداؤه أفضل أداء اقتصادي واجتماعي معهم خلال 4 سنوات، ولذلك هم يريدون انتخابه من جديد خاصة بعدما شاهدوا سوء إدارة جو بايدن وفريقه الديمقراطي للولايات المتحدة، سواء كانت ملفات داخلية أو خارجية أثرت عليهم بشكل كبير جدا، خاصة على مدخولاتهم وتأمينهم الصحي وتعليم أبنائهم إلى آخره. فدونالد ترامب في هذا المجال هو الأفضل خلال الرئاسات الأمريكية السابقة على مدار 40-50 سنة ماضية، فأعتقد ستستمر حظوظه هي الأعلى بين كافة المترشحين. يعني عارف حضرتك هناك مرشحون اصلا بداوا ينسحبوا من السباق الانتخابي، شاهدنا مايك بينس نائب الرئيس السابق ينسحب، شاهدنا كريس كريسكي ينسحب، وكان ايضا بالامس انسحاب فيفيك راماسوامي من اصول الامريكي من اصول هنديه الذي ايضا انسحب من السباق الرئاسي. لما تبقى سوى ترامب وهيلي ودي سانتس الاكثر حظا انجاز التعبير بين كل المرشحين، وطبعا على راسهم دونالد ترامب بلا منازع. أستاذ إيهاب، يعني سبق لترامب أن تم محاكمته في عدة قضايا وفي أمور كثيرة بعد أن ترك رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذه المحاكمات ربما تكون أو تقلل من فرص فوزه في الانتخابات القادمة؟ يعني طبعا كل القضايا المرفوعة ضده والمحاكمات التي يمر بها الرئيس السابق دونالد ترامب حتى الآن لم تتم فيها أي إدانة، وبالتالي هذا يكون في مصلحته، لأن ذلك يؤكد ما يقوله من أن هناك محاولات للنيل منه سياسيا وإبعاده عن الساحة السياسية.
حتى لو تم الحكم عليه في اي من هذه القضايا المرفوعه ضده، سواء كانت وثائق منتجعه ماراليجو او ما يتعلق باحداث 7 يناير عام 2021 واقتحام الكونغرس، حتى لو تمت ادانته في هذه القضايا فانه سيستطيع ان يستكمل الانتخابات الرئاسيه، بل يفوز بها، بل يمارس مهام منصبه حتى لو حكم عليه بالسجن من داخل السجن، يعني هذا لن يمنعه طبقا للدستور الامريكي. الشيء الوحيد الذي يمكن ان يمنع دونالد ترامب هو ان تتم ادانته في قضيه متعلقه بشرفه السياسي وكونه مواطن امريكي، يعني اذا ما كان هناك قضيه متعلقه بالخيانه، خيانه الدوله الامريكيه او التمرد، وهو ما يحاول اليوم الديمقراطيون ان يحققوه من خلال تسييس القضاء الامريكي، لكن حتى اللحظه هذا الامر غير وارد الحدوث، واعتقد انه سيتم تجاوزه خلال الفتره القادمه، لانه لو كان بيد الديمقراطيين اي شيء، او القضاء المسيس لمصلحه الديمقراطيين لو كان بيده اي شيء لكان تم بالفعل الحكم على دونالد ترامب واخطاؤه من المشهد السياسي، لكن هذا لم يحدث. نعم استاذ ايهاب، يعني ترامب دعا مواطنيه باختلاف توجهاتهم الى الاتحاد، ما المغزى برايك من ذلك؟ هو محاوله منه لتوحيد صفوف الجمهوريين في اللحظات الحاسمه، لانه طبعا نعلم ان الحزب الجمهوري خلال الاشهر الماضيه كان مشتتا بين ما يقرب من 6 أو 7 مرشحين، انسحب معظمهم الان، لم يتبقى في السباق الرئاسي سوى 3 أشخاص. نعم. فبالتالي هو يريد ان يوحد صفوف الناخبين الجمهوريين كلهم، من كان يؤيده ومن كان يؤيد مرشحين اخرين خلفه، حتى يستطيع ان يخوض غمار الانتخابات القادمه طبعا زي ما حضرتك ذكرتي في نوفمبر القادم. فبالتالي هي فكره توحيد الناخب الجمهوري مع الرئيس الشبه الذي سيكون يعني يحصل على الفرصه للترشح من الحزب وهو دونالد ترامب، بالاضافه انه بعد ذلك سيسعى او من الان حتى بدا يسعى باستقطاب الاصوات المتارجحه بين جمهوري وديمقراطي، واعتقد انه سيحصل عليها بمنتهى السهوله كما ذكرت لحضرتك بسوء اداره جو بايدن للبلاد داخليا وخارجيا. ولكن ما مدى تاثير تعامل واشنطن مع حرب اوكرانيا وغزه وتاثير ذلك على نتائج الانتخابات الامريكيه؟ طبعا المواطن الامريكي طول عمره لا يهتم بالملفات الخارجيه، وكل ما يهتم به دائما هي الملفات الداخليه التي تؤثر على وضعه الاقتصادي والمالي والاجتماعي والى اخره. لكن بداية من كورونا عام 2020 وحتى اليوم 4 سنوات تقريبا، مرورا بحرب روسيا واوكرانيا وحرب غزه والاسرائيليين وايضا الحرب التجاريه مع الصين بشكل كبير والملف النووي الايراني، كل هذه الاحداث الخارجيه بدات تؤثر بشكل مباشر على جيب المواطن الامريكي، وهو ما يجعله في نهايه المطاف ينتخب هذا او ذاك. نعم. وبالتالي اداره جو بايدن التي جاءت في يناير 21 وحتى اليوم 3 سنوات ونيف هي الإدارة الأسوأ للولايات المتحدة الأمريكية خلال ال20 أو 30 سنة الماضية، وهذا ما جربه المواطن الأمريكي بنفسه. حالة التضخم زادت، حالة رفع أسعار الفائدة على الإقراض أصبحت تحدث كل 2 أو 3، مما صعب عملية الإقراض، صعب عملية الاستثمار في الولايات المتحدة، وظائف كثيرة تم إغلاقها، شركات كثيرة خسرت وخرجت من البورصة الأمريكية أو خرجت من سوق العمل، وبالتالي كل هذه الأمور أثرت بتأثير مباشر على النواحي الاقتصادية، مما أدى إلى أن المواطن الأمريكي حتى يقوم بدفع التزاماته الشهرية أصبح يعمل في 2 و3 وظائف، وهذا طبعا صعب الأمور عليه. فبالتالي سوء الإدارة الاقتصادية والخارجية أدى إلى ما نشاهده. أستاذ إيهاب، يعني هناك من يصف الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنها ستشكل أكبر خطر على العالم في عام 2024 بغض النظر عن من سيفوز فيها، رغم كونها الدولة الديمقراطية الصناعية المتقدمة إلا أنها في ذات الوقت دولة أكثر انقساما واختلالا في العالم، يعني برأيك لماذا؟ والله بص حضرتك، انا هعيد اللي حضرتك قلتيه بصيغه اخرى، انه النهارده احنا عندنا في الولايات المتحده حاله استقطاب شديده جدا. لا. يعني الحزب الديمقراطي اصبح اكثر يساريه والحزب الجمهوري اصبح اكثر يمينيا. وبالتالي هذه الحاله في الاستقطاب خلقت نوع من المواطنين الامريكيين. لا. اصبحوا مشحونين عاطفيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا
وعلى شفا الانفجار. هذا الانفجار من الممكن ان يحدث بسبب الانتخابات الرئاسيه القادمه، يعني انا اتوقع ان احنا ربما نشاهد بعض المناوشات في الانتخابات القادمه بسبب طبعا حاله الاضطراب الشديده والخطاب العدائي الذي يمارسه المرشحون ضد بعضهم البعض. لا. النتائج في نهايه المطاف التي ستاتي بهذا الرئيس او ذاك ايضا ربما تؤدي الى تعامل اي من الرئيسين بصوره فيها حديه شديده جدا سواء بالملفات الداخليه او الخارجيه، ربما تسبب مشكلات للولايات المتحده على ايضا المستويين الداخلي والخارجي. نعم، استاذ ايهاب عباس الصحفي المتخصص في الشان الامريكي والعلاقات الدوليه كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام تابعنا مع حضراتكم على مدار هذه الساعه ثلاث ملفات: تطورات الاوضاع في فلسطين، وايضا الضربات الايرانيه على مدينة أربيل العراقية، وأخيرا كان الملف الثالث حول الانتخابات الأمريكية ومدى تأثير حرب أوكرانيا وغزة على نتائجها. على رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة، انتظرونا، إلى اللقاء.